الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويعني برامج كيني عافمات كرمضان كو مركز وصول نغني لما بلش مسلمين تعوري جينا يا إن فرحت كل ما يستان كل فايستان موضوع عن برامج كعافمات كيو رمضان ك أو حلقة هنا أن كذا دون وحكوا جهنم توري وحاطان وصول هذا الني يعني حلقة أفرك عن تظل عنا يصير له إلى لنا يعني بروبلم بكم ما نمر باتي سن كم ما نن قران مال ما وهر يعلوش أولي أو قبت من وقت يس بدل أوجز أي سن أقولين وقت عن تظل عنا يي أو يس بدل أوجز مغرب كي يو حن قط سعورتي وقت عادي أهانا يعني وحس بدل كسا كل عمل ما وهر مركا علوش ودريم يسا يس بدل كاس مرك تعدل وحلا ولا يعون تبضن يلقو كيلن وحويت يعني دي دي وهالجور اللي لصاره ولا إسكاس قبيتان كي يدايجيشن كي دبشيت كي أيه دبات يكون قناعي ساسو كل وطن لسعور تأيدن وحلا لب هي هاي أنت ذلي إذا كم بركز كربو يدريت إسكا أو أنا هين مدة بركة إيو كسم يسمو حيا بها يعني دق دق لجوبا إيو وما معانك بدني وحاس إيو ان هلغه الهالي يعني هدي كاله ان 3 ساعات كليه اي جرايان المده 8 ساعات عنتد جري سو قلفته له او كلا دوان وان سو شيغني ان ايا لو باهين عنو فروتس كله او قدارته له او له ما اي تو اي وحيابي قلفته له او سو شيغني marka taas oo dhan waxa waaye tan kale cuntada maayto oo afrika kadib marka aan soo sheegney cuntada iyo baalas noqoto mid miisaaman oo wada tamaayto ama briski ama baastadi qiyaas ah ama hilib chicken maali digaagi ama hilib ama yani wixii kale marka bedeli karaa in yani qofku uu qaato si cunto dhameystiran oo isku dheelitiran oo hadan nafaqana leh in tamarna leh ku siinaysa si loo helo abitaan ko tan soo sheegnaa toban kalaas han noqoto sideed oo waqti hore ay laba oo laba maxay ayto ah in xilliga in maxay ayto ah suhurta ah maxay biyaha muhiimadooda hadan arki doona barita wax ka tari doona haday rada wax dhici doono hadaan soo noqono marka dhinaca dabshiidka hadii cuntadi yaani la qaadanayay suhurti ay noqoto cunto aad u culus oo ama subag badan ama hilib badan oo baruur le oo dad hilib badan ku saxurta ama cunto badan oo yani qeyr caadi ah oo qofkii culo kala duwan ama cuntooyinkan la yiraahdo geed kuleelka leh maayto basbaas iyo sanjabiil iyo tuun badan iyo waxyaabaha leh yani idu waxay saarayaan culays bay saarayaan maayto dabshiidka caloosha halkaasna وطن يروح حكي ما انكر اي بروبليمين اما دباتوين حق دفشيت كعلوش كاسو مركا يعني كيني كرايو علوشي او ديبرتا او لب هوري لغا سيحدان دهني علوش ديبرتا علوشي او يعني كب حسن تمارك تي او بدن او دريمو قفكي دعوشير او دريمو حنون بقا او دريمو مرمر غار كيد وحادعي كرايا إن يعني حتى جيفكي يعني أو 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 كل بتوضع يا دعي كريس مركا إن حاواي قفكي يعني قاس روقة بينه يعني وحالي كريس إن يعني لباتك اللي هو كنتو وهل كاس المركز إيه سببته يعني علاس لبلبا متق يوحيا ولا ميدا هل كاس إيه هو كنتو مركا إنه يعني جذوايو مايت مركا إن مدة أمي مسنا ولبا يعني لا أركو وأد أبو بدن واحد تهاي إن وحلي رهذا قرد أما غاستر إسوفجال ريفلكس ديزيز أو يعني أنت ذا كسر نقطة يستقف كا مركا وساس وكل وحاس عنه يكسر نقطة يسو يعني نكرر كسر نقطة يسو وهردذي ودي يسو هدول عذر ربنا نقطة كريسون اللي رهذا غاستر اسوفجال ريفلكس ديزيز ان فاكت وتاني روحو كينا غاستر اسوفجال ريفلكس ديزيز كاس وا عنتدي كو جيرتي علوشو كو سو نوقليسو قف كانو اد و دبيسو وردان كديبي كريسو هدو نو عذر اسكو بدلي كرايو غاستر اسوفجال ريفلكس ديزيز ان
waxyaabaha kale uu keeni karo qofku haddii hore u qabay gastritis qabay muxuuahayto yacni wuxuu keeni karayaa maaragtay waa sii xumeyn karayaa ilaa iyo xataa peptic ulcer uu gaarsiin karayo cuntadaas oo ah yacni aanan fiicneyn oo yacni isku dheelitir oo yacni oo aan u roonayn maaragtay xagga yacni caloosha iyo muxuuahayto qabsiinadaba marka waxaa loo baahan yahay in si taxadar leh yacni loo isticmaalo haddii waxaa kaloo iyadana muhiimka ah waxay tahay haddii soonka guud ahaan haddii qofka cudurro qaarkood u qabay sida cudurada gaaska ama gastritis somalia dhahan ama peptic ulcerka hadduu qabay sokorta hadduu qabay maaragtay dhiikarka iyo hadduu keliyaha ka jiran yahay waxaa loo baahan yahay intaba inuu yacni soonka markuu bilaabanayo ama hadduu bilaabmaba uu tago dhakhtarkiisa kala xiriiro yacni qaabka u dhaqmi lahaa daawadiisi uu ka dhigi lahaa tii maalintii la qaadanaya waa isbedelaysaa maqribkii ah waxay noqonaysaa afurka iyo saxuurte inuu kala kaashado dhakhtarkiisa sidii markaa uga siraad kori lahaa waxyaabaha hadda cudurradii uu qabay aysan u xumaanin yacni ugana siraad kori maayt wax cudur ku yimaada intuu gudana cibaadiisa middaas waa midda yacni ah digestive systemka ku wajahan oo kooban casharku ma aha cashar academic ma aha waa cashar wacyigelin oo ramadaanka la xiriira marka waxyaaba meelaha yacni uga aadan tahay ayaan ka taabanaynaa laakiin cashar ahaan markaan ka hadli doono gastritiska iyo aan ka hadli doono peptic ulcerka ayaan si gaara uga hadli doonaa hadduu al yihaahdo taas marka meeshaas haddaan uga baxo midda kale oo iyadana muhiimka ah waxa waaye xilliga maayto saxuurta waxa waaye wataan niri macmacaanka badan iyo waxyaabaha shaaha badan hataa la cabaayo yacni ma fiicna saxuurta macmacaanka ama baastada macmacaanka badan oo saxuurtana ma fiicna maxaa yeelay waxay sameynayaan maalinta xigto weliba dadka weliba aan sokorta qabina laga hadlayaa waxa waaye sokortaas badan iyo cabitaankaas ama sharaab cabitaan badan ay cunaan ay cabaan waxaa dhacaya yacni insuliin badan lasoo saarayaa insuliinkaas wuxuu ridayaa markaa sokortu ridaya maalinta xigta oo yacni soonka ah qofkii marka waxaa ku soo baxaya culays badan oo xagga sokortii hoos u dhacday ah ayaa ku soo baxaya maxay keenaysaa marka waxay keenaysaa yacni sokortii oo dhacda yacni daal badan tabar darro madax xanuun muxuu ahayto dhidid badan awooddii uu kici waayo jareys uu keeni karayaa iyo asigoo concentrationka ama yacni muxuu ahayto fejignaanta ay ka dhunto waxaasoo dhan waxa waaye maalinta xigta ee soonka ayuu weliba gaar ahaan xilliga bartamaha la joogo oo duhuradii ama barqadii ilaa galabtii uu sii xumaanayo ayuu isku sii arkayaa qofka oo yacni marka waxaana loo baahan yahay marka maxaa looga hortegi karayaa waxaa looga hortegi karayaa in layska dhaafo muxuu ahayto waxyaabahaas mamacaanka uu soo sheegnay oo lagu saxuuranayo xilligaas in laga fejignaado cabitaanka badan oo sharaabka badan ahna oo mamacaanka badan in la ilaaliyo dabcan qofka haduu sokor qabo wuxuu la xiriiraya dhakhtarkiisii waana la cabiraya waa la fiirinayaa laakiin dadkan oo weliba aan qabin alaleeyahay yacni qaabkii u dhaqmi lahaayeen waay towjiihan ay yacni ay ku wajahan tahay maaragtay mawduuceena waxaana loo baahan yahay yacni raashinka aan soo sheegnay inuu qaato inta caawa waxaan ku dhaafaynaa yacni barnaamijkeenaan caafimaadkii ramadaanka intaasaan ku dhaafayna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in yacni aada laga faa'idaysan doono waxyaabihii uu ku dhahnaa wabilahi tawfiiq wasalaamu allah calaykum waraxmatullah.